السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا أعزائي المشتركين في قناة عرب هاكس. هنتعلم النهاردة إن شاء الله إزاي نصنع الباك كونفرتر بأدوات وإمكانيات بسيطة. والباك كونفرتر اللي هنعمله النهاردة هيكون 5 فولت و12 فولت. لو فهمت الفكرة ممكن تصنع أي باك كونفرتر بأي جهد أنت عايزه. فهنبدأ إن شاء الله بالشق النظري وبعد كده هنتجه الى الشق العمل. هيا بنا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن الباك كونفرتر، وهنتكلم عن القطعه الاساسيه فيه وهي LM2576 فولتاج ريجليتور. واللي مش عارف الفرق ما بين منظمات الجهد الخطيه والباك كونفرتر، في فيديو في الوصف اسفل الفيديو ممكن يتابعه عشان يفهم معانا اكتر. وكمان في فيديو اصنع دائرة تقويم وتنظيم الجهد وشغل اجهزة بيتك، دي برضو موجود الاتنين فيديو في الوصف اسفل الفيديو. واحد يقول لي طب ليه بنلجأ الى الباك كونفرتر في دوائر كثيرة، ما نستخدم LM78XX XX هنا تعني 0 5 0 10 0 12 وهكذا. هقول له بسبب الكفاءة. كفاءة الباك كونفرتر بتصل من 60% إلى 90%، أما كفاءة منظمات الجهد الخطية فتصل إلى 20%. فرق كبير جدا في الكفاءة وإهدار الطاقة. زي ما تعلمنا قبل كده في جزء نظري وفي جزء عملي، هناخد الجزء النظري وبعدين إن شاء الله في نهاية الفيديو هنكون عاملين باك كونفرتر ونتعلم خطوة بخطوة إزاي نصنع الباك كونفرتر بأدوات بسيطة بإذن الله. عشان تعرف معلومات اكتر عن LM2576 هندخل على جوجل وهنكتب في البحث LM2576 داتا شيت. في خانة البحث هنضغط على تحميل ملف البي دي اف وهنعمل له داونلود. هنفتح الشكل بتاع 2576 بيكون مختلف عن منظمات الجهد الخطية اللي لها 3 أرجل سواء كانت 780 أو LM317. هلاحظ هنا ان انا عندي كام رجل للريجليتور ده، له 5 أرجل وده الشكل بتاعه. الرجل الاولى بتكون الجهد الدخل، الرجل التانية بتكون جهد الخارج، الرجل التالتة وجسم الريجليتور بيكونوا هما الجراوند، اما الرجل رقم 4 وهي الفيدباك، اما الرجل رقم 5 وهي تمثل الاون والاوف. اما خصائصه ومميزاته هنعرفها مع بعض. اول حاجة اعرف ان هو موجود بخمس اصدارات، في منه 3.3 فولت، ده ريجيليتور ثابت بيخرج 3.3 فولت مع دائرة كهربية معينة، وأيضا مع دائرة كهربية معينة بيخرج 5 فولت و12 فولت و15 فولت. والنوع الأخير وهو الأدجاستابل أوتبوت فيرجن، ده بيمثل جهد يمكن التعديل عليه. طيب يمكن التعديل عليه في رينج كام؟ من 1.23 فولت الى 37 فولت. والادجاستابل اوتبوت فيرجن ده النوع اللي معانا اللي هنشتغل عليه النهارده ان شاء الله. سبيسيفايد 3 امبير اوتبوت كارنت، يعني اقصى تيار خارج بيكون 3 امبير. ريكواير اونلي فور اكسترنال كومبوننتس، يعني بيحتاج فقط 4 مكونات في الدائرة الخارجية بتاعته، يعني دائرته مش معقدة، دائرته بسيطة فيها 4 قطع إلكترونية فقط. التردد الداخلي الثابت بيكون 52 كيلو هرتز باستخدام الديود والملف. هاي افشنسي، ودي اللي احنا عايزينها ان هو كفاءته عالية. ثيرمال شوت داون اند كارنت ليميت بروتكشن، ودي خاصية موجودة في منظمات الجهد الخطية LM317، ان في دائرة داخلية بتحميه من ارتفاع درجة الحرارة فبيفصل الجهد والتيار عشان يحافظ على الريجليتور. مخطط التطبيق على مثبت الجهد 5 فولت، هناك بقى مجموعة من المخططات. المخطط ده بيخرج لي 5 فولت، لاحظ معايا ده الريجليتور، وفي عندي هنا مكثف على الدخل 100 مايكرو فراد،
وجهد الدخل من 7 فولت الى 40 فولت، وفي عندي رجل رقم 3 على الارضي والرجل رقم 5 على الارضي، في معانا ديود شوكتلي رقمه 1N5822، وفي عندي ملف مقداره 100 مايكرو هنري، ولازم يكون بالقيمة دي علشان يديني 5 فولت مظبوط. وزي ما انت شايف ده مخطط اللي هو بيعطيني 5 فولت. في مخططات اخرى بقى يعطي 3.3 فولت، في بيعطي 12 فولت، في بيعطي 15 فولت. ده جهد ثابت، جهد الداخل يجب ان يزيد عن جهد الخارج بمقدار 2 أو 3 فولت. ليه؟ لان في بيحصل دروب في الجهد داخل الريجليتور، فيجب ان يكون جهد الداخل اعلى من جهد الخارج. اما المخطط القابل للتعديل اللي هو الادجستد اوتبوت فولتج فيرجن، الاصدار ده اهم واحد فيهم، وده اللي هنشتغل عليه النهارده ان شاء الله. قيمته انك انت بتتحكم في جهد الخارج زي ما انت عايز، يعني عايز 5 فولت، عايز 12 فولت، عايز زي ما انت عايز. عن طريق ايه؟ عن طريق بس قيمه المقاومه R1 وR2. بتغيير قيم المقاومات دي بحصل على الجهد الناتج اللي انا عايزه. فين المعادلة اللي بتقول الكلام ده؟ V out بتساوي V reference في 1 زائد R2 على R1. دي المعادلة، وال V reference قيمتها ثابتة 1.23 فولت. قيمة R1 بتقع ما بين 1 كيلو و5 كيلو. اما بالنسبة لهذا النوع من الديود ممكن تحصل عليه من محلات بيع قطع الالكترونيات، متوفر. وفي عندي الملف ده، في شوية كلام هنقوله في العمل ان شاء الله عشان نعرف ازاي نجيب الملف الميت مايكرو هنري، والاوتبوت هنحسبه مع بعض وهنتعلمه خطوة بخطوة. يلا بينا نشوف الشق العملي عشان نفهم اكتر ازاي نحصل على دايرة كهربية بجهد محدد بكفاءة عالية. هيا بنا، بسم الله. دي دايرة الباك كونفرتر اللي هنقوم بعملها، عبارة عن منظم الجهد و مكثف 100 مايكرو، وانا استخدمت هنا 50 فولت عشان جهد الدخل لو وصل الى 50 فولت يتحمله المكثف. الشوكي ديود، وعندك كمان المكثف 1000 مايكرو، وفي عندي هنا مقاومتين R1 وR2، هنقول ازاي بنحسبهم دلوقتي. والملف، هنتكلم دلوقتي عن الملف وعن كيفية حساب المقاومتين R1 وR2. دايرة كهربية بسيطة، عدد مكوناتها بسيط، بجانب الريجوليتور عندك هذا قطعة 2 3 4 5 6، 6 قطع بجانب الريجوليتور. العلاقة دي أهم شيء. ميزة الريجوليتور الأدجاست إن أنت عن طريق قيمة المقاومة R1 وR2 تقدر تحسب مقدار جهد الخارج عن طريق تلك العلاقة. هفترض ان انا محتاج جهد للخارج 5 فولت، هنعوض مكان الفي اوت بخمسة فولت. الفي ريفرنس قيمة ثابتة مقدارها 1.23، هنفتح قوس 1 زائد قيمة R2 على R1. قال لي ان قيمة R1 تتراوح ما بين 1 إلى 5 كيلو، ودي ميزة. حسب المقاومات المتاحة والمتوفرة عندك انت ممكن تختار قيمة R1. انا اخترت قيمة R1 قيمتها 2 كيلو. كده انا ايه؟ جبت قيمة R2، وطالما انا ما حولتش R1 من كيلو اوم لاوم، R2 هتطلع ايضا بالكيلو اوم. طيب هل في قيمة 6.13؟ صعب تحصلها. اقرب قيمة هتكون 6.2 كيلو اوم، وهي دي اللي موجودة معانا، 6K2، 6.2 كيلو اوم. ممتاز. لحد كده R1 وR2 تمام. فاضل لي الملف، كيف اجيب ملف قيمته 100
مايكرو هنري. من خلال قطع غيار الأجهزة الإلكترونية القديمة بتحصل على ملفات كثيرة جدا، ممكن عن طريق الملفات ده تستفيد منها في مشاريع كثيرة. دي مجموعة من الملفات اللي أنا قمت بتجميعها، هتجد فيه ملفات لها رجلين اتنين. احنا هندور على الملفات اللي هي هتكون بالشكل ده لها طرفين فقط. واحد هيقول لي انا عندي الملفات لكن انا ما اعرفش قيمة الحث بتاع الملف كام هنري، فهقول له في جهاز بيتباع لقياس الحث بتاع الملف. ده جهاز بيستخدم لقياس الحث بتاع الملف، دايرة كهربية بسيطة ورخيصة بتتباع، انا تسوقتها، بتستخدم في قياس الحث للملف، والترانزستور والديود وقطع الكترونية عديدة جدا، مميزاته كتير. هتلاقي ان شاء الله في الرابط اسفل الفيديو معلومات كتير عنه. بتوصل السلكين، انا وصلت باتنين مازك. هقيس مثلا الملف ده، هوصل هنا وهوصل هنا الشكل ده، وهضغط على المفتاح الاصفر، هيبدأ يقرأ ويقول لي بقى اذا كان ده ملف ولا مقاومة. ولا مكتوب اندكتور، ملف مقاومته 3.1 اوم، 42 من 100 ملي هنري. احنا قلنا 42 من 100 ملي هنري، عشان احول من الملي هنري الى مايكرو هنري هضرب في 1000. لو ضربت في 1000 هيعطيني 420 مايكرو هنري، وال 420 اعلى من 100، احنا عايزين 100 مايكرو هنري، يبقى ده لا يصلح معي. هنستخدم ملف اخر، انا جربت عدة ملفات وجدت ان الملف ده هو اكتر ملف مناسب معايا. لو عملنا تيست هلاحظ ان هو مديني 1.1 ملي هنري، يعني 1.1 ملي هنري. لو جيت ضربته في 1000 هلاقيه يعطيني 100 مايكرو هنري، وهي دي القيمة اللي احنا محتاجينها في الدائرة الكهربية بتاعتنا. دي الدائرة الكهربية بعد ما جمعناها على البريد بورد. ده الريجيليتور، ده الملف المكثف، والاتنين مقاومة اللي حسبناهم من شوية، واحدة فيهم 2 والتانية 6.2، وصلناهم. وانا وصلت اللود اللي هو الخارج على USB بحيث ان انا اجرب الخارج واقيسه عن طريق شريط الليدات اللي بيعمل على 5 فولت ده. خليت جهد الدخل 12 فولت 300 ملي امبير، وادي الدائرة الكهربية قدامنا اهي. لاحظ ان جهد الخارج هنا 5.9 من 100، 9 من 100 يعني برضو قيمة بسيطة، يعني دليل على ان حسابات الملف وحسابات المقاومات حسابات مضبوطة. هنوصل هنا شريط الليدات، هنلاحظ الاضاءة بتاعتنا. انا كده عملت باك كونفرتر بكفاءة عالية جدا. هنقوم دلوقتي بتجميع مكونات الدائرة على اللوحة دي.
امبير فولت، هنخلي جهد الدخل 20 فولت، وهنخلي التيار 3 امبير 20 فولت، وهنوصل الدائرة الكهربية بتاعتنا الموجب والسالب، وهنبدأ تشغيل ونشوف الكاسيت. لاحظ ان الكاسيت اضاء، مفيش حرارة كبيرة متولدة في الباك كونفرتر.